بس وده ده شكل كله الادخار. بنتكلم في حالة إذا كان في فائض دخل أو في دخل زيادة، اللي بيبقى دخله يدوب على قده يقدر إزاي يعدل من شكل الـ الإنفاق بتاعه بحيث إن هو يبقى خارج من الموضوع إن شاء الله مع انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية وهو وضعه متماسك ومتوازن. طب هقول لحضرتك حاجه، لازم هنا بقى بنتكلم عن الثقافه الماليه، ودي مش كلمه مطاط او كلمه مزوقه بنقولها واحنا قاعدين في برنامج تلفزيوني او بنقول حاجه زي. لا، ثقافه ماليه فعلا، يعني تفهم ازاي تشغل عندك الجنيه او العمله. الجنيه اللي هو جاي، لو انا بقبض 3 4000 جنيه، 4000 وليكن 4000 هضرب بيه المثل، ما ينفعش ان انا راجل النهارده اكون مدخن واروح اجيب سجاير ب 1500 جنيه من ضمن الميزانيه، اللي هو بقيه الميزانيه بقى مواصلات والاكل والشرب والخدمات والمنافع. انت كده محتاج فوق الاربعه، كمان اربعه وزياده. نعم. فده فكر لازم يتغير. لازم كمان اعرف ان انا النهارده راجل على سبيل المثال بفتح مشروع وببدا، ده واحد لسه بادئ مشروع صغير وليكن مشروع اي مشروع صغير، اكل شرب حاجه صغير. ما ينفعش ان انا اجي النهارده اروح احط عيني على عربيه بورش ولا عربيه من العربيات الثقيله دي، لا، يعني واحده واحده رويده، ما فيش المواصلات العامه ما فصلتش معاك في حاجه، بنوته صغيره بتجهز نفسها مثلا، ممكن دي من الموروثات في الشعب المصري. ما اروحش انا اشتري 7000 فوطه او 8000 ملايه سرير وحاجات من دي. ما ينفعش انا كشاب ابدا حياتي في شقه 180 و190 متر، الاستوديو نغير كويس، الفكر الثقافه الاستهلاكي، والفكر فكرة نفسها. اعرف الاستهلاك. ازاي ارشد، اعرف ازاي ارشد. انا النهارده لو بتجوز بتجوز في اوضه وصاله، وده هيوفر عليك في العفش، يوفر عليك في التكلفه، يوفر عليك في بعض الحاجات اللي هو تبص تلاقي الافراح اللي بتنزل مصاريف صيانتها، مصاريف والافراح اللي بتوصل لارقام مهوله. الشاب اللي لسه بادئ النهارده يقول لك انا عندي وظيفه واحده، ما ينفعش، ما تمشيش في العالم كله مش في مصر. وانت لما بتطلع بره في اي بلد اجنبي، انت بتشتغل وظيفه الصبح ووظيفه بعد الظهر، وفي ناس بتشتغل في المبيت اللي هو الوظيفه عشان يقدر والشغل مش عيب، الشغل مش عيب. احنا دلوقتي في عصر لن ينجح فيه الا اللي يفكر بره الصندوق. الاقتصاد مش مجرد كلمه مطاطه او مجرد كلمه مكلكعه، اول احنا عارفين كبتوع اقتصاد ان دمنا تقيل من غير حاجه، يعني احنا عارفين الاقتصاد دمه تقيل، لكن هو علم ممتع وعلم بيتطبق على الارض، ومش محتاج انك تقرا كتب. وكل الموضوع محتاج انك تفكر ازاي، تفكر ازاي تعمل فلوس مما فيش، تفكر ازاي تطلع بفكره بره الصندوق او بالفكر الاعتيادي، بس ترشد نفقاتك على قد ما تقدر. النهارده ما ينفعش اسيب الكهرباء كلها شغاله، لا، ما انت دي مشكله. النهارده برضو ما ينفعش ان اخش في علاقه نديه، دي وجهه نظري طبعا، انا بختلف بتفق مع اللي عايز يختلف او غيره، بس دي وجهه نظري. ما ينفعش ان انا القي بكل حاجه، لا، الدوله هي اللي تعمل، الدوله هي، لا، ده انت والدوله والمستثمر كلنا شركاء، بغض النظر بقى في العمليه اللي احنا شاركين فيها دي مين قام بدور ومين ما قامش بدور. انا ليا دور لازم اقوم بيه، ترشيد نفقاتي واستهلاكي، التعامل بعقلانيه مع السوق،